جاهز؟ ان شاء الله. ها؟ انتوا موترينا من بدري وكرسي اعتراف، ربنا يسهل بقى. انت عامل مشاكل كتير سواء جدا. سواء البوكس يكون بظهره بره. لا لا ما تقلقش. انت عامل مشاكل كتير جدا. خير ان شاء الله. خد نفس كده ولا متوتر؟ ربنا يسهل بقى، ما تقلقش ان شاء الله. طيب هبتدي معاك من جماهير نادي الزمالك. ليه جماهير نادي الزمالك مش بتحبك؟ عملت احصائيه؟ دايما على السوشيال ميديا بيهاجموك وكده مع تصريحاتك او بتطلع في الاعلام. انا اتشتمت من جماهير الزمالك ومن جماهير الاهلي. اكتر واحد اتشتم في مصر الفتره اللي فاتت. لكن عايز اقول لك حاجه، دي برضو سؤال مهم قوي يا كابتن شادي. بفرق ما بين حاجتين. السوشيال ميديا دي احنا عندنا اكتر من 55 مليون فيسبوك اكونت في مصر. تمام؟ اما تيجي تحسب منهم، هفرق ما بين شادي محمد ابراهيم عبد الله او محمد احمد محمود او حسين اللي هو عادي زيه وزيك بيخش يحط رايه على السوشيال ميديا، والجروبس او الصفحات. وهنا بقى بطلب من الاستاذ مكرم سوري كرم جابر كرم جبر انا اسف كرم جبر كرم جبر كرم جبر رئيس الهيئه العليا للاعلام، ان هو لازم ينظم لنا الموضوع ده. دلوقتي الديجيتال ميديا هي بيتقال عليها ايه؟ ديجيتال ميديا. فهي جزء من الاعلام الحديث. هفرق ما بين اليوزر او المستخدم الطبيعي للفيسبوك والصفحه. طالما بقت صفحه وبتنزل اخبار يبقى ينطبق عليك شروط الاعلام. وهنا ده لازم الهيئه العليا لتنظيم الاعلام تحط لنا تنظيم للموضوع ده، عشان ما ينفعش. مش بتكلم بس على الكوره او على الرياضه، في الفن الهجوم اللي بيحصل على الفنانين من صفحات. في الاخر يعني ما تهدش الرموز، انا مش رمز عشان ما حدش يفهم الكلمه دي غلط، انا مجرد واحد من ابناء نادي الزمالك. وقبل ما اكون من ابناء الزمالك انا من جمهور نادي الزمالك. جات لي الفرصه ان انا اتشرف ان انا اكون عضو مجلس اداره. هاجمت كتير بس في ناس اهم مني بكتير بتتهاجم. دموع قريب؟ لا لا عادي. عادي يعني مش عيب ان انا اقول ان انا ممكن اعيط. زعلت على ولادك وبناتك او دموعك نزلت لما تعرضت لهجوم او اتشتم؟ لا بالعكس، يعني في دي لا، دي بقى يعني اصرتني ان انا اتحدى اكتر، وان انا لا انا هعمل حاجه لنادي الزمالك. انا هكمل. دموعك نزلت امتى؟ لا يعني دي حاجات بقى، في حاجات بتنزل كده. عايزين نعرف. لا ممكن عايز اقول لك حاجه. هتصدقني لو قلتها لك. ايه؟ كل سنه يوم 6 اكتوبر لازم اعيط. ليه؟ وانا بتفرج على افلام العبور او الاغاني الوطنيه اللي بتهزني. ده جزء من التعصب لبلدك، الانتماء لبلدك برضه. انت يعني وطني؟ احنا مالناش بلد غير مصر. انا الفرصة يعني جات لي بسبب ظروف عملي. انا كنت عايش برا مصر. كنت عايش فين؟ عشت في الكويت فترة طويلة بسبب شغلي، وعشت في منطقة الخليج يعني. بس انا اللي على حد علمي اللي انت استقريت في مصر. انا استقريت في مصر بقى، اي هاف ماي اوكريت في مصر الحمد لله. لكن هي كل القصة ان انت اتعرضت لموقف صعب جدا في مارس 2011. انا كنت هتقتل. في الاحداث دي انا خارج، كنت ساعتها في بنك ابو ظبي الاسلامي في اجتماع مجلس اداره هناك، وخارج من البنك والمشاكل اللي كانت حاصله في مصر. فقررت ان انا انقل حياتي انا واولادي بره مصر، ونقلت مقر عملي فعلا، وسافرت حتى ساعتها الكويت بسبب ان انا خفت. انا سافرت اكتر من 70 80 دوله في العالم بسبب شغلي او بسبب الرياضه او اي حاجه. في نيويورك كنت بمشي بالليل، في ساوث افريكا كنت بمشي بالليل، عمري ما خفت. في مصر انا خفت فمشيت بره البلد. 2011؟ طبعا. وكنت خايف على بلدنا جدا 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 بشكل مشروف. لما طلعت بقى بره في الموقف ده شفت معاناه الشعوب لدولها انهارت. شفتها. وكانت حاجه قتلاني. انا نزلت خدت طياره ونزلت من الكويت لمصر يوم 30/6 عشان اجي يوم 30/6، وسافرت قعدت في مصر. بس انا جيت الطياره الصبح، سافرت تاني يوم الصبح
ويوم 3/7 لما الرئيس السيسي طلب التفويض انا خدت طياره ونزلت من المطار على ميدان التحرير، خلصت من ميدان التحرير حتى ما رحتش بيتي، طلعت على المطار تاني. دي بلدنا، دي بلدنا اللي ملناش غيرها. عشان كده انا ببقى فخور قوي لما بقعد اتفرج على الافتتاحات اللي بتتم. بناء في كل اتجاه، تطوير في كل البناء، اساسه علم وتخطيط سليم. عشان كده انا نفسي بقى الرياضة المصرية كمان يبقى فيها علم وتخطيط سليم. هننقل بقى احنا انا شايف الجمهورية الجديدة في كل مناحي الحياة. انا السنة اللي فاتت كنت عايش برا مصر وازمة كورونا، شفت مدى تأثيرها على اقتصاديات دول الخليج. انا مش عايز اقول لك دول يعني المفروض ان هي غنية جدا قررت تخفيض مرتبات كل العاملين في الحكومة وغير الحكومة 45%، ما حصلتش عندنا في مصر. فانت دولة قدرت تمتص صدمة كورونا بالشكل ده. وعلى فكرة صدمة كورونا هي مش اقتصاد بس، اقتصاد وصدمة اجتماعية بسبب الايزوليشن اللي حصل او العزل بتاع الناس وتقعد في البيت والكلام ده. راجع كده في اوروبا حوادث الانتحار اللي سببت بسبب الاكتئاب النفسي. فمصر عالجت أزمة كورونا اقتصاديا واجتماعيا بشكل يتدرس في الكتب. بس مش شايف ده بقى في الرياضة، وبقول ان احنا الرياضة تدار بفكر التوك توك والعشوائية. وده الرياضة تدار بفكر التوك توك والعشوائية. هتنزل انتخابات نادي الزمالك او ولا لا؟ بص انا قلت قبل كده ان انا عايز انزل انتخابات، شرف لاي حد. تنزل على قائمة ولا مستقل؟ لا انا دلوقتي، لا انا براجع نفسي، هو انا هنزل هل هو الغاية ان انا بعيده مجلس ادارة؟ لا، دي وسيلة ان انت تساعد في تنمية النادي بتاعك. كرسي الاعتراف بيطلب منك طلب، اؤمر. الخطأ وانت أكتر من كده. الخطأ اللي انت ارتكبته وانت عضو في اللجنة التنفيذية بامانة ومعترف بيه، ان انا كنت من وجهة نظري لما بطلع في الاعلام بقول الحقيقة، لأن المفروض في نوع من الإدارة اسمه management by transparency. بمعنى إيه؟ الإدارة بالشفافية. مش الشفافية دي عشان أحطك عند مسؤولياتك، أحطك عند مسؤولياتك، ودي من الأساليب الإدارة الناجحة. فالناس اتهمتني أنت بتفضح الزمالك، طب ما جه بعد كده حسين لبيب قال إحنا علينا فلوس، حسام لسه امبارح حسام المندوه قايل احنا محتاجين اكتر من 200 مليون جنيه عشان نطلع من ازمات القيد. اخر حاجه هقولها لك، اؤمر. حبست ابنك في البيت عشان قال لك اهلاوي، انت وصلتني، خليته زملكاوي. انا ابني هو اللي بقى زملكاوي لوحده. انت قلت لان انا صعبت عليه من كتر لا هو ابني حقيقي كان اهلاوي. لا ابني عمر كان اهلاوي، بس انا صعبت عليه من كتر الشتيمه اللي اتشتمتها لما قلت ان هو سلم على الكابتن الخطيب والكلمتين. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، شرفتني ونورتني، ربنا يخليك، انا اللي مبسوط معاك. ودايما انا من وجهه نظري وتقييمي، اسمح لي ان انا اقول حاجه، دايما الشخصيه الطيبه اللي على سريتها زي ما بيقولوا تلاقيه بيتكلم كلام من قلبه كده، ما بيفرقش معاه اي كلام. وانا شايف لشخصيه حضرتك كده بصراحه. هو الواحد بيتكلم من قلبه عشان اللي بيطلع من قلبي بيوصل، بس بتقول الكلام اللي انت عايز تقوله بمنهجيه، يعني ده وفقا بقى لخبرات الواحد وتعليمه ودراساته والحاجات دي كلها. بعدين النهارده احنا اتكلمنا في مواضيع كبيره، وعلى فكره بقى موضوع المانجمنت ترانسبيرنسي، عارف اكتر مين بيطبقه في مصر؟ الرئيس السيسي. الرئيس السيسي في كل لقاء طبعا بيطلع طبعا هو بيتكلم عن الحقائق، وخلي بالكم المصريين ولازم الوعي. انا هقف في نهايه حلقتنا عند الجمله دي. لا انا بقى ديت لا هقف عند الجمله دي، حاجه ثانيه قبل نهايه فضل. الحلقه دي، بما ان انا اتكلمت على الرئيس السيسي كتير، انا عايز الناس تقول ان انا بطبل الرئيس السيسي. من حقي ان انا اكون فخور. ده مش تطبيل، ده حقيقه على ارض الواقع. ده حقيقه على ارض الواقع برئيس انا شايفه بيعمل حياه كريمه للمواطنين. انا بلمسها دلوقتي في الطرق، انا بكتبي بروح المعادي كل يوم من اكتوبر المعادي، عندي 3 طرق بديله بصرف النظر الدنيا بتبقى زحمه. شايف تطوير في الريف، شايف قبل الريف القضاء على فيروس سي اللي كان وباء، وده مخلي مصر بصراحه يعني
شكلنا عالميا وحش، ان احنا مش قادرين، 100 مليون صحة. انا ما بقتش خايف على مستقبل ابني زي ما انا كانوا اهلي خايفين على مستقبلي. مصر فلازم اكون فخور برئيسي. مصر مصر قد الدنيا برئيسها، وان شاء الله هتبقى قد الدنيا برئيسها وبشعبها وبجيشها وبشرطتها وبقضائها وبكل مؤسساتها وبشادي محمد.